او مراسلي ولايه المسيله بيكون عندهم دور في نقل الانشغالات او ابراز المكتسبات اللي راهي اللي من بينها حديقه باي اليوم اللي هي تعتبر مكسب من مكاسب ولايه المسيله اللي تعزت بها وهي اضافه ان شاء الله للمواطنين ولايه المسيله سيما انها تتزامن مع قرارات اعاده الفتح تاع مراكز الترفيه والتسليه وان كانوا المواطنين ينتظروا فيها بلهفه الحمد لله هذا مكسب لولايه المسيله كاين جهود رجال كاين ناس راهي تسهر وان شاء الله نتمنوا الافضل الدور تاع الصحافه في جلب الزبائن من مختلف الولايات لهذا الصرح طبعا نقل الصوره الجميله ونقل خبر افتتاح اللي يكون مواطنين ربما يجهلوا هذا الامر يخليهم هما يتنقلوا لهذه الحدائق ويكون عندهم اطلاع بها ان شاء الله. وكاين مواطنين كانوا ينتظروا بشغف. طبعا المواطنين كانوا ما ننساوش باللي كانوا في فتره جائحه كورونا. مازالوا يعني. والان مع اعلان الافتتاح او فتح هذه المراكز الترفيه والتسليه الان يغتنموا الفرصه وين يتنقلوا ان شاء الله ويخفوا شويه من الضغط اللي كانوا عايشين ان شاء الله، نتمنوا لهم ان شاء الله فسحه.
لباسه خير صح ربي يعاونكم لباسه بس استاذ استاذ قداش تعطيه من 10؟ خويا انا واش نقول لك ما نقص له والو من 10 10 على 10 ربي يسهل صح الحاج قداه تعطيه من 10؟ قداه تعطيه من 10؟ تعطيه 10 على 10 يا ربي سهل. عبد الملك قداه تعطيه من 10؟ قداه تعطيه من 10؟ نعطي 10 من 10 الله يبارك. هذه اضافه مشروع لمنطقه الفضنا، ربي يبارك يعني الشيخ فرحات باي درنا هذا المنتزه اللي جاي في طاقات تاع 4 ربي ان شاء الله يبارك له في رزقه. امين. اولا قداه تعطيه من 10؟ انا نعطيه 20 من 10. سمي يدي نقطه كامله. هذا يدي الدوبل هذا، لانه شوف واحد كيما يعني كيما يقولوا فيها المخاطره وباش يحط باينه باللي حط مبالغ هائله وباينه باللي ريسكا يعني باش يقدر يدير مشروع كيما هذا ويعمر الارض بهذه المناسبه. رجل الاعمال هذا باي يستحق كل الدعم، نقولها هنا بكل يعني صدق انه يستحق كل الدعم سواء من الدوله او من الجهات الرسميه او من الجهات الشعبيه، على خطر عمر الارض وعماره الارض مقصد من مقاصد القران الكريم، وهذا يستاهل دعوه الخير لانه دخل الفرحه على ساكنه المنطقه كلها، ساكنه الولايه كلها ان شاء الله، فيعطيه الصحه وربي يبارك له في ماله. بارك الله فيك. شكرا. صح. في صورتوها على بيسين انتم؟ يا خلاص ليه نصوروا على بيسين؟ احنا نصوروا اللي ما تصوروش. واش عاجبكم بالحال ولا؟ الله يبارك فيها يا عمي، ربي يحفظنا الحاج فرحات. ربي يوفقه. درنا حاجه اللي ما كناش نحلموا بها ان شاء الله. واليوم الحمد لله رب العالمين. دوكا هو دار
انتوما اصحاب مقرى لازم تحافظوا. مش اصحاب مقرى. اه. الولايات لا 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 نهضر على اصحاب مقرى اللي ظلوا هنا. لازم يعرفوا كيف يستقبلوا الناس وكيحافظوا على المزار هذا. راه ان شاء الله يدخلكم يعرف يجيبكم المال ويعرفكم بالرجال. سليمان القانون. صح بارك الله فيك.